والأرض من قدرها فريحة واستبشرت ثم جست موضع القدم ونطقت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل العز والأدب. استجاب لرعاية الخاصة التي وليها جلالته لفئاتها الشباب المسلمة تقررت عدد الأسر المستفيدة من فقرة رمضان لهذه السنة 500,000 أسرة أي ما يناهز 6 مليون مستفيد من الأرامل والمسلمين والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عبر كافة التراب الوطني والوسط القروي والحضري من أجل مساعدتها لتخفيف المصاريف شهر رمضان الأفضل. 3,850 غرام ديال الطماطم، كيلو ديال العدس، كيلو ديال الأعزائي، تعليمات سامية السيد الله ينصرك. هاد السنة تمت إضافة 600 غرام ديال مادة الشاي، أي توقفو عندنا 850 غرام، زائد مادتين جديدتين، سيفوت الحليب و 5 كيلو ديال الأرز. تنفيذا للتعليمات السامية سيدي الله ينصرو هاد السنة تقرر عدد المستفيدين اللي كيستافدو من فقرة رمضان على مستوى الوطني على مستوى إقليم اليوسفية كاين 8,940 مستفيد كتوزع على مدينة اليوسفية كإقليم الوسط الحضاري على الوسط القروي الوسط الحضاري 1,650 الوسط القروي 3,790 على بالنسبة لدائرة البنتور اللي كتواجد فيها جماعة التيامين فهي فيها 340 مستفيد اللي كتوزع ما بين الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين. هذه السنة تمت إضافة مادتين من المواد الغذائية 6 لتر الحليب 5 كيلو من الأرز وكذا تمت إضافة كمية مادة الشاي 600 غرام مادة الشاي يعني في الأرض ولا 850 غرام لمادة الشاي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.